ما معي فلوس. وين الفلوس اللي اعطيتك؟ شريت فيها بيجر. اجعلها تو النذانك كلامي، همك تقول هديت من مدرس العلوم. امزح 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 معك، صدقتي ودعم كل شيء. المهم بقول لك شلونك عشان قم انقلع قم. راح يلا انزل تحت قول لهم يغيرون لي الغرفة. مليت من ذا الغرفة وانا ابوك مليت. يلا يلا قبله قبله. وش ذا الولاد يا ولد؟ ارقب ارقب ارقب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وين محل الورود؟ السلام عليكم. عليكم السلام. غرفة 124 توفى، بلغ ذويك والعنوان عندك في الملف. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ حمد راشد التيفي. هذا ابوي. عظم الله اجرك. الله يعظم اجرك. يعني شلون اللي قلتها تودي؟ حقت وش هي؟ انت ولد حمد راشد التيفي؟ ايه. عظم الله اجرك. ادري يعني شلون حقته؟ يعني عندي بالملف هنا انه ابوك توفى. لا لا ابوي قاعد عندكم هنا قاعد. لا يقول ابوك توفى. وش قاعد تسوي؟ هذا اسمه بالملف. هذا اسمه ابوي؟ ايه. يعني ابوي مات؟ عظم الله اجرك. يا الله مات ابوي. صار ما عندي ابو. طيب الواحد شو يسوي اذا ما صار عنده ابو؟ تذكرت يا قد يصيح. ما صار عندي ابو. السلام. وين الوالد؟ عيني عينك. اقول خلنا اسال هذول شوي الموظفين اللي هنا اللي على البوابه ذي. يلا يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت حمد راشد التيفي مرق له الغرفه. الاسم انت عم تقرر؟ حمد 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 راشد التيفي. شوفوا غرفه 224. يعني نقلتوه؟ لا هذا المسجل بالدفتر عندي. يلا. ها وين الوالد؟ يبا الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. وين راشد؟ ما جاب ورد؟ رقني رقني رقني. اي 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 عفاك. امسك. ارقبه لا اكفخك على دمجك. ارقبه. من انت؟ انا راشد. انتم 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 من انتم؟ اقول الله يرحم والديك. انت من انت؟ وين الوالد؟ وش الوالد؟ انا وش دخلني بابوكم؟ انتم انتم من انتم عياله؟ من انتم؟ حنا عيال حمد راشد التيفي. اذهبون خلوا عنا الهليط الفاضي. مالي الا ولد واحد واسمه راشد وكله ملح وقبله. انت من انت؟ انا حمد بن راشد التيفي ولد نعم. ابونا وينه؟ الوالد وينه؟ وانا وش دخلني بابوكم؟ قالوا لكم في مخباتي طبوا طلعوه. ممكن اسالك سؤال؟ انت من انت وين الوالد؟ طلبه هي قلنا لكم حمد بن راشد التيفي وثلاثة انعام. الا انتم من انتم؟ حنا عيال حمد بن راشد التيفي. متى وش لو صرتوا عيالي؟ ما حنا بعيالك. اجل من هو عياله؟ حنا ازعجتني ازعجتني. احنا عيالنا. اقصر صوتك اذا تحاتيني. اقصر. فهمت ولا ما فهمت؟ اسمع عفاك. ولد ولد قل لي نبدا من اول. ارقبه. من انتم عياله؟ عيال حمد راشد التلفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يخليك. شد حيلك البقية بحياتك. يبلغ يبلغ الدار. يا أخوي الآن الوالد وينه؟
اسمه بالكامل لو سمحت. اسمه حمد راشد التيفي. دور دور. هذا مسجل عندي متوفي يا شيخ. فعل الله ولا فعلك. وشلون متوفي وهذا انا حي يرزق قدامك؟ يا اخوي لحظه ترق خلنا نعرف وش السالفه. انتم ابلشتوني، ناس يقولون انكم عيالي وناس يقولون اني ميت، وش ذا الخرط الفاضي؟ ايش اسمك انت؟ انا اسمي حمد بن راشد التيفي وثلاث انام. في اي غرفه انت؟ غرفه 224. طيب لحظه دور. الله النشبه. اسفيني يا اخي. ها؟ في التباس عندي انا، معلش. التباس؟ التباس التباس. شل في عندي اثنين حمد، واحد متوفي والثاني حي. الحي وانا المتوفي وينه؟ اظن اخوه اخر يا اخي. بس حنا عياله يعني، ما في احد غيرنا، انا والرجال. من اللي خذا؟ بيقولوا ولده. حنا عياله تقول ولده اخذ وقال ولده. اقول اظني عرفت السبب، اظن خله السبهه. من السبهه ذا؟ ولدي اخوكم. ابغى اغير ملابس ونروح سوا. يلا انا عندك. هذه سيارتكم؟ وين غماها؟ مالها غما؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. اركضوا اركضوا. ايه بلاد العرور بيالطاني، بلاد العرور بيالطاني. ولد يا بني اقعد ابلشتنا يا جماعة. ترى صار في الموضوع التماس، والقصة انا بشرح حالكم اللي حصل. راشد وانا ابوك تراك ابلشتني 20 يوم، انا اقول لك اني ابوك، وينك فيه؟ راشد وينك وانا ابوك؟ هنا وين؟ هنا فوق عندك. وراك وينك فيه؟ فوق وراك. وش ويوه سكت على راسك. وانا ابوك تراك ابلشتني، وانا ابوك ابلشتني من 20 يوم. انا ابوك وانا ابوك، ايش بلاك انت؟ هذا البلشة. طيب قل لي وش اسم امي ان كان صدق ابوك؟ سيمون. شفتها قايل لك انك ما تبوي ما تعرف امي. يا ولد ما تقطع بيتنا، دورة ما تقطع بيتنا. يا راشد وانا ابوك وش ملاك تراك ادوخذني؟ ليه مدته وانا اطردي في البيت؟ ابوك انا وما الومك، بس اني خلاص ابوك. بعدين ابوك في تشابه الاسماء، هذا اسم غير اسمي، نفسه متجامعين. وانا ابوك هوسه حمد ابن وشو. ابغى اتنفس اختلقت من حرب. وانا ابوك انت اللي جبت الامور لنفسي، مش بلاك. وانا ابوك تراك ابلشني. ابوك اي ناظر كلي ملحه قبله، ناظر وجهي. يا والله يا اهل بلجيا. طيب تذكر يوم اني انجع، يوم انك تشتري لي هديه، تذكر؟ ذكرت. شفت انت ابوي اصلا، انا اصلا ما كنت نجحت ابد. وش كنت وش قاعد عنده؟ اطلع من بيتك، قول اطلع من بيتك. تفتح بليزك. وانا ابوك اعرفك علي، وانا ابوك
طلعني دخ دخ دخ. وانا ابوك، انا ابوك، ايه انا ابوك ابوك. مش بالك الله يطول لي عمرك. طيب طيب تذكر يوم انك اطقني منا على جبهتي يوم من هنا يوم بدو دو دو كثركم دو تذكر ايه. طيب انت وشو اللي طاقني؟ وش كنت انا مسوي؟ اذا كنت تقول انك صادق ابوي وش كنت؟ كسر من المرايه ذكر. لا 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 لا، ما حليت الواجب. لا ما انت بتاكل. شفت قايل لك ما انت ابوي، ما انت ابوي. انا انت يوم طقني كنت متتت قايل لك. انا بلي بليز بس يا الله يا صدق عورتني ابوك صدق. يا ابوي ما طلعت تبي زود؟ لا صدق 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 بس الحين عرفت انك ابوي من قوه حقتك. اي ابوك اي صدق ابوي ورك ابوك ابوك صدق. اذا طقيت لي عيوني تقول كذا صدق مره قوي. اما طقطقت العيال من هناك والمع ما يخرجت الا يمونك. اي ولا ابوك الحمد لله اللي الله عقلك علي. الحمد لله يا ربي ولدي عندي صار عندك ابوك. اي الحمد لله وانا ابوك ابو وانا ابوك. ترى عندي اشغال من الصبح وانت عندك دراسه. نم وانا ابوك نم نم بسم الله على معاليف قلبك. نم بسم الله عليك الرحمن الرحيم. وانا باسره بروح اراجع بجيب سواك. اي نم وانا ابوك الحمد لله ابو صادق. هدا رقادة متى يجي بابا؟ بابا سيد قشطة راكب بسكالتة. تذكر يوم نم 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 نامت عليك عصا ان شاء الله. نم ان شاء الله. نمت؟ نمت خلاص. غمض عيونك. غمض عيوني ما غمض غمض. اسكت ايه اشغل. لا نمت. صباح على خير. بسم الله قلت اصبح على خير يا بابا. تصبح لا انا كنت نايم بس قوقتك. نم ثانية. اعوذ بالله بسم الله